البرغي من التخصصات المهمة المتداخلة في معظم تخصصات الأسنان في عياداتنا زي التركيبات والأورسو والإنجلانت وحتى شغل الريستوراتيفية. ده غير مشاكل أصلاً البريدونتايتس والجينجيفال ريسيشن اللي بيعاني منها مرضى كتير بيترددوا علينا في العيادة وبتعمل لهم مشكلة كبيرة جداً سواء على الفانكشنال ليفل أو حتى على الإستاتيك ليفل. في كورس البريو سيرجري على مدار 6 أيام هنتكلم عن أمراض اللثة المختلفة من أول أسبابها وطرق تشخيصها مروراً بطرق العلاج المختلفة عشان نقدر نحط خطة علاج سليمة وناجحة للمشاكل دي متضمنة حتى الميديكيشن المختلفة اللي ممكن بنحتاج نكتبها لبعض انواع المرضى اللي بتقابلنا. هل الجراحه مطلوبه في كل الحالات ولا كل البريدونتايتس مش محتاجه مننا سيرجيكال مانجمنت؟ لو احتاجناها فعلا لعلاج المريض ازاي اقدر اعمل سيرجيكال مانجمنت كويس بدايه من الفلاب ديزاينز المختلفه مرورا بالسوتشرز وحتى ادوات الجراحه المطلوبه ازاي اقدر اختارها صح وبطريقه سليمه. مشاكل الريسيشن كذلك ازاي اقدر اقيمها واعالجها خصوصا ان معظم طرق العلاج بتكون جراحيه واحيانا بنحتاج حتى نستخدم بلاتال سوفت تشوغراف. الجامي سمايل كمشكله استاتيك بتقابلنا برده وبتجيلنا كتير في العياده ازاي اقدر اعالجها وشخصها. الاستاتيك والفانكشنال كراول لينسنج التكنيكات المختلفه ايه وامتى احتاج اعمله للبيشنت بتاعي كل ده واكتر باذن الله هنتكلم عنه ونتدرب عليه في الكورس بحيث نكون جاهزين للتطبيق العملي على البيشنت باذن الله. معاكم دكتوره سلافه بلال اخصائيه طب الفم وامراض اللثه وطرق التشخيص والاشعه من جمهوريه مصر العربيه.